جدا من وجهة نظري يا جماعة، الأهلي هو الأهلي. النهاردة النادي الأهلي في مباراة مميزة جدا بيقدر يكسب 4-1 بكل سهولة. النهاردة مكاسب المباراة شفنا كريم الدبيس، وشفنا طبعا كوكا اللي أخد نجم المباراة، اللي أنا شايفه لعيب كبير ولعيب مميز جدا بصراحة، نجم من النجوم اللي إن شاء الله في المستقبل هيبقى له دور مميز جدا مع النادي الأهلي. لعيب كبير ولعيب كويس جدا، أنا شايفه بصراحة عنده ثقة وعنده قدرات غير عادية. ده طبعا ان هو لعيب دولي او لعيب بيلعب في المنتخب الاولمبي واحتك مع اكتر من مدرسه مختلفه، فاللعيب بقى عنده خبرات مميزه جدا جدا جدا. هخش بالنسبه للمباراه، بس عندي ليك خبر بمليون دولار رسميا، خد مني الكلام اللي مش هتلاقيه في اي حته في مصر. رسميا جوستافو دو سوزا في النادي الاهلي لمده 3 سنين. اللي انت بتقوله ده انا لغايه امبارح كنت بقول لك مفيش حد في مصر يجزم ان اي صفقه اجنبيه كمهاجم جه النادي الاهلي. رسميا دوسوزا في النادي الاهلي. طب تعالى بقى اقول لك كمان بهريز الصفقه. بهريز الصفقه بتقول ايه؟ ان نادي هيونداي موتورز، النادي طبعا الكوري الجنوبي، اخذ 550 الف دولار لان اللاعب لسه له سنه واحده في عقده، واللاعب هياخد من 800 الف دولار لمليون دولار في الموسم. ممكن اول موسم يبقى 800 الف دولار، تاني موسم مليون دولار، تالت موسم مليون و200 الف دولار. لعيب كبير ولعيب متميز، وخد مني كولر مقتنع باللاعب تماما. انا من وجهة نظري شفت اللاعب، سنه كبير داخل على 30 سنه، بس كولر ليه وضع وليه سكه معينه. وتعالى اذكرك كولر عمل ايه في لعيبه ما كانتش ليها اي دور في النادي الاهلي، زي كريم فؤاد اللي كان نجم النادي الاهلي، محمد شريف اللي كان مهمش تقريبا مش موجود، كهربا اللي كان تقريبا ميت اكلينيكيا قدر يرجعه، حمدي فتحي وتطور اداؤه من لعيب بيلعب رقم 6 ارتكاز يا دوب بسطجي بينقل من هنا لهنا 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 لهنا، طوره ان لعيب بيلعب مركز سنترال ميد فيلدر او لعيب رقم 8 بيقدر يزيد في ال 18 وبيقدر يجيب جوال، وبالجوال دي خلص يعني لو تفتكر الجول اللي جابه في بيراميدز في نهائي كاس مصر. فانا عايز اقول لك كمان الجول اللي جابه في الرجاء الجول الثاني برضه من داخل ال 18. فانا عايز اقول لك ان كولر ليه بصمات. طب اديك بصمه النهارده كولر عملها مميزه جدا في اليو ديانج. النهارده اليو ديانج شفناه في ال 18 بيجيب الجول الاولاني. ده معناه يا جماعه، ده معناه ان في بلان وفي خطه وفي طريقه لعب وفي يعني سيناريوهات لطريقه اللعب بالنسبه لكولر. كولر النهارده ما بيهموش الاسماء، كولر عامل خطه، عامل طريقه، عامل طريقه اداء، طريقه لعب. يعني ايه طريقه لعب؟ يعني اي لعيب هيلعب في نفس المكان هيأدي نفس الدور اللاعب التاني، يفرق بس القدرات الفنيه من لاعب للتاني. وهي دي كرة القدم. النهارده النادي الاهلي شفناه حاجة مميزة جدا، حاجة محترمة جدا. طب تعالى بقى ارجع اذكرك بالنسبة للصفقات ونخش في تحليل الماتش. بالنسبة للصفقات انا قلت لك رسميا دي سوزا، جوستافو دي سوزا في النادي الاهلي لمدة 3 سنوات رسمي. الصفقة خلصت يا جماعة، اللعيب مضى. الموضوع كله دلوقتي ان الصفقة في خلال 4 5 ايام بالكتير الصفقة هتعلن. طب ايه دور وايه موقف محمد شريف كولر بعد نهاية الماتشين الجايين؟ هو اللي هيحدد محمد شريف باقي او محمد شريف هيمشي. طب لو محمد شريف هيمشي هيبقى قدامه خيارين مفيش غيرهم، رقم 1 بيراميدز، رقم 2 زمالك، رقم 3 فيوتشر. رقم 1 بيراميدز، رقم 2 زمالك، رقم 3 فيوتشر. طيب ده بالنسبة لي طبعا محمد شريف. محمد رضا بوبو خلص، اللي يقول لك الراجل تراجع عن بوبو، الراجل مهتم جدا ومتمسك جدا ببوبو. بوبو مضى للنادي الاهلي رغبه، مضى العقود الابتدائيه او العقود اللي هي المبدئيه. الموضوع كله واقف على تخليص اللاعب من نادي فيوتشر. طب نادي فيوتشر اشترى اللاعب ب 24 مليون جنيه، فنادي فيوتشر بيطلب كام؟ يعني 35، النادي الاهلي عارض 30. يعني هم بيتفاوضوا مع كابتن بيبو، كابتن بيبو في نفسه بيخلص الصفقه على 35، كابتن بيبو بيقول 30. الناس كده كده هتخلص صفقة بوبو. طب ليه؟ لأن عندهم سعد سمير هياخدوه نهائي، عندهم مصطفى البدر هياخدوه نهائي، نيدفيد راجع بس راجع معايشة. كولر ما عندوش حاجة اسمها لعيب كبير ولعيب صغير. أي لعيب هيجي هيتحط تحت الاختبار. من الآخر. طيب عايز أقول لك إن كريم نيدفيد هينزل معايشة 10 15 يوم في فترة الإعداد، هيكمل مع النادي الأهلي أو مش هيكمل مع النادي الأهلي. طب في حالة التعاقد النادي الأهلي زي ما سامعين مع جناح أجنبي أو باك ليفت أجنبي، قندوسي هيطلع على سبيل الاعاره لنادي فيوتشر في صفقه بوب. انا بقول لك السيناريو والاحداث والاخبار والوضع اللي داير جوه جدران النادي الاهلي بتفاصيله بحذافيره. بتفاصيله بحذافيره. لو جه اي
صفقه كجناح شمال جناح يمين كلعيب شادو سترايكر كمهاجم تاني مع جوستافو دي سوزا بنسبه 100% قندوسي هيطلع على سبيل الاعاره لنادي فيوتشر. طب ليه نادي فيوتشر بالتحديد؟ عشان صفقه محمد رضا بوبو. نادي الاهلي هياخده، سعد السامري هيروح فري، البدر هيروح فري، هياخدوا احمد قندوسي على سبيل الاعاره، وممكن ياخدوا النادي الاهلي ياخد بوبو بدون اي مقابل، مقابل سعد سمير، مقابل البدري، مقابل اعاره اللاعب المميز جدا احمد قندوسي اللي انا شايفه مظلوم جدا 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 في النادي الاهلي. ومش مظلوم عشان كولر ظالم، هو مظلوم عشان طريقه لعب اللاعب بصراحه لغايه دلوقتي، طريقه لعبه والشغل الفردي اللي بيعمله والتكمله في ظهر الاثنين المهاجمين او في ظهر الثلاثه اللي في خط الامامي، طريقه لعبه مختلفه تماما عن النادي الاهلي. مختلفه بسبب ايه؟ كولر دايما بيحب لما بيجي يدي المهام، يدي المهام، يدي مهام مزدوجه. يعني ايه مهام مزدوجه؟ يعني انت لعيب بتلعب في نص الملعب، هتدافع وهتهاجم بنفس الكفاءه، ما عنديش حد بيدافع بس، ما عنديش حد بيهاجم بس. قندوس الكوره في رجله مميزه جدا، لما بيخسر الكوره النادي الاهلي بيخسر لاعب، لعيبه الكوره مدربين الكوره هيفهموا اكيد وجهه نظري، يعني لعيب بمعنى اصح ما بيلعبش غير الكوره في رجله، ودي كارثه من الكوارث. كان شيكابالا كان كده، شيكابالا كان كده، كان حسين ياسر محمدي كان كده، كان كابتن بركات كان كده. الكره الحديثه يا جماعه ما بتعتمدش غير انت المهاجم نفسه، اللاعب اللي هو التارجت مان او اللاعب الاسترايكر الصريح لازم يرجع كمان في نص الملعب يدافع. فانت بتتكلم في حاجه ان من اساسيات، من اساسيات الكوره، من اساسيات الكوره ان اللاعب يدافع ويهاجم بنفس الكفاءه، خاصه لو بيلعب في مركز حساس زي لاعب رقم 8 او اللاعب رقم طبعا 6، لاعب ارتكاز او لاعب بوكس تو بوكس سنترال ميدفيلدر في نص الملعب. فقندوسي مش هيكمل في النادي الاهلي في حاله التعاقد النادي الاهلي مع لعيب اجنبي جناح او لعيب اجنبي مهاجم او شادو سترايكر او صانع العاب جديد. طب موقف قفشه ايه؟ قفشه بنسبه 90% يا جماعه مش هيكمل الموسم القادم في النادي الاهلي. قفشه هيطلع على سبيل الاعاره بنيه الشراء لاي دوري من الدوريات الخليجيه زي الدوري القطري، الدوري الاماراتي، الدوري السعودي، اي نادي من الانديه الكبيره في السعوديه ممكن تاخد قفشه، قطر ممكن اي نادي محترم ياخده، كان جاله عرض من نادي مصلال القطري، طبعا باتريس كارترون هو اللي ماسك الفرقه ومحتاج قفشه بالاسم مع يوسف اوباما نجم نادي الزمالك. ان شاء الله باذن الله في فيديو بالليل عنده اخبار رهيبه خاصه على امام عاشور والاصابه المزمنه اللي طالعه اشاعه، وبالنسبه لتراجع ميدو اعتذار ميدو لكابتن اسامه حسني وجمال جبر، وعندي احداث شائكه وجايب لك صفقه كبيره جدا بيلعب في الدوري المصري مضى للنادي الاهلي سرا ما فيش حد يعرف. ان شاء الله باذن الله في فيديو بالليل او ان شاء الله باذن الله الساعه 2 بالليل ان شاء الله هنعمل فيديو جديد جايب لك فيه احداث جديده، جايب لك فيه يعني احداث مهمه جدا بالنسبه للشارع الاهلاوي. الف مبروك للنادي الاهلي بيفوز بكل جداره وبكل استحقاق، وبالنسبه للكابتن محمد الشناوي النهارده المباراه ليه رقم 300 مع النادي الاهلي وعامل ارقام مميزه جدا وكبيره جدا جدا جدا. الف مبروك للنادي الاهلي، الف مبروك لجماهيره. وده كان فيديو النهارده، لو عجبك الفيديو يا ريت تشترك القناه وتفعل زر الجرس يصلك كل جديد. انا محمد يونس، دمتم.